بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعت على القانون المقدم للإخوان في جمعية المحامين الكويتية الخاص بتسوية أوضاع أو معالجة أوضاع المقيمين غير مشروع أو البدون. في الحقيقة أن السياسة التشريعية التي قام عليها هذا القانون هي سياسة التوسع في التجنيس. آية ذلك أن المادة الثانية ذكرت ثلاثة فئات للتجنيس. الفئة الأولى عددت مجموعة من الحالات يجنسون مباشرة دون قيد أو شرط أو مراجعة. من هذه الحالات التواجد فقط أو إثبات التواجد فقط عام 1965، وهذا فيه توسع عن النص الأصلي الموجود في قانون الجنسية، بمعنى أن هناك إلزام على الدولة بالتجنيس بغض النظر إذا ما كان الشخص الموجود أو الذي ثبت إقامته في الكويت عام 1965 قد ارتكب من الأفعال المشين التي لا تؤهله أصلاً لاكتساب الجنسية الكويتية. الحالة الثانية أيضاً أنا أعتقد حالة غريبة، وهي الأفراد الذين لهم صلة قرابة لمواطنين كويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة دون قيد زمني، بمعنى أن لو كان موجود في الكويت هذا الشخص عام 80، عام 85، عام 89، وهناك فقط صلة قرابة إلى غاية الدرجة الثالثة مع الأب يمنح الجنسية الكويتية. يعني لو كان هذا الشخص دخل الكويت سنة 89 سنة 90 يمنح الجنسية الكويتية بمجرد أنه يثبت أنه له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع الأب الكويتي. أيضا من الحالات الغريبة هي أبناء الكويتيات الذين لا يتمتعون بجنسيات أخرى، بمعنى أن أي شخص غير كويتي موجود في الكويت ومسجل في الجهاز المركزي أنه بدون سوف يمنح الجنسية الكويتية إذا ما كانت أمه كويتية بغض النظر عن تاريخ تسجيله. إن شاء الله تسجيله يكون سنة 2018. المسألة أيضا الغريبة والعجيبة في هذا القانون هي الرقم 8 من الفئة الأولى الذين يمنحون الجنسية دون قيد وشرط بمجرد نفاذ هذا القانون، هم الأفراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا. طيب من الأفراد الحاصلين على الشهادات الأكاديمية العليا؟ عرفهم القانون بأنهم الذين يحصلون على الشهادات الجامعية أو أعلى منها سواء من جامعة الكويت أو غيرها. يعني أي شخص بغض النظر متى دخل الكويت، إن شاء الله دخلها بالثمانينات أو بالتسعينات لغاية صدور هذا القانون، بمجرد أن عنده شهادة جامعية بأي تخصص سوف يمنح الجنسية الكويتية مباشرة دون قيد وشرط. هذا توسع كبير في هذا القانون. الفئات الثانية والثالثة أيضا هناك مآخذ كثيرة عليها، منها مثلا أنه يتمتع بجميع المميزات التي يتمتع بها الكويتيون حتى من دخل الكويت بعد عام 1990. الفئة الثانية والفئة الثالثة من القانون هم الفئات الذين لا يتمتعون في الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى أو وفق الفقرة الأولى، لكنهم سوف يظلون يتمتعون بجميع المميزات إلى حين استحقاقهم الجنسية، أي أن في المحصلة النهائية الجميع سوف يتمتع بالجنسية الكويتية دون قيد أو شرط. وهذا يعني آية من آيات التوسع في التجنيس اللي أعتقد أن المشرع الكويتي أن يتريث فيها ويتفكر في مدى ملائمتها ومدى توافقها مع السياسة التشريعية للجنسية الكويتية. أنا هذا رأيي دون يعني محاولة للطعن بنوايا الإخوان مقدمين القانون، لكن أعتقد القانون فيه مثالب من يعني قانونية صريحة وواضحة يجب أن نقف عندها ونناقشها بتروي حتى لا ندخل البلد في يعني نفق مظلم ومساس مباشر في مسألة تقوم عليها الدول وهي مسألة الانتماء والهوية والجنسية. شكرا أخوكم الدكتور نواف ياسين.